أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد زعرب واليوم جيتكم بفيديو جديد اليوم بهذا الفيديو راح نشرح مع بعض الأسئلة الجديدة اللي أجت في الآونة الأخيرة في اختبار النظر التيوري أول سؤال معنا لليوم عن ماذا تعبر الأسهم باللون الأبيض على الأرض مثل ما احنا شايفين في عندي أسهم بتعبر أنه احنا لازم نروح على اليسار باتجاه اليسار اللي هو باتجاه الحقل اليمين اللي هو بكونه في الحقل اليسار على اليمين أو أحيانا في اليمين بينبهوا إنه إنت لازم تروح على اليسار. عن شو بيعبروا هالشي؟ طبعا بيعبروا عن إنه إحنا لازم نبدل حقل القيادة في أسرع وقت ممكن ليش؟ لأنه الطريق هذا أو الحقل هذا في الأمام راح يخلص قريب. فلما أشوف هاي الأسهم معناها أنا لازم فورا ألحق أبدل حقل القيادة. الجواب الأول هو الجواب الصحيح. أي من النصائح التالية مناسبة عند القيادة في النفق. إذا أنت بتسوق في النفق شو النصيحة المنيحة إلك عند القيادة داخل النفق طبعا اللي هو أقوم بإزالة النظارة الشمسية ليش؟ نحن لما بنفوت داخل النفق داخل النفق ما بيكون في فضاء مثل خارج النفق تمام؟ وبالتالي إذا أنا حاطط نظارة شمسية النظارة الشمسية راح تحجب عني اللي هو نسبة كبيرة من الضوء جوا وبالتالي لازم أشيلها حتى أشوف بشكل مناسب ما هو السبب الأكثر شيوعا لاصطدامك بالسيارة التي أمامك دائما كنا بنحكي عن أن اصطدام السيارة من الخلف حاليا بقول لك ما هو السبب الأكثر شيوعا لاصطدامك أنت بالسيارة التي أمامك وبدي اياكم تركزوا كتير منيحان لأنه كل الأجوبة تقريبا صحيحة ثلاث أجوبة صحيحة لكن في صح وفي أصح واحد أنك تستخدم الموبايل أثناء القيادة صح ممت... مية بالمية صح إذا أنا كنت بستخدم الموبايل ممكن أنا ما ألحق أفرمل او بدون ما انتبه انا اذا السائق اللي امامي خفف سرعته روح انا اضرب فيه اثنين عدم ترك مسافة امان بينك وبين المركبة التي امامك كمان صح ثلاثة السائق التي امامك من الممكن ان يفرمل فجأة كمان صح ليش لانه ممكن هو يصير معه شيء يطلع قدامه شيء فجأة فيضطر انه يفرمل الم... فجأة فوقتها انا اجباري اذا ما كنت تارك مسافة امان راح اضرب فيه طيب بهيك حالة احنا شو بنختار الجواب الصح الجواب الصح اللي هو الجواب الرئيسي الجواب الأساسي اللي هو عدم ترك مسافة أمان بينك وبين المركبة التي أمامك لأنه حتى لو أنت كنت تلعب بالموبايل لكن ترك مسافة أمان ممكن تلحق توقف قبل ما تضرب فيه حتى لو أنت أنت لو كنت تارك مسافة أمان والسائق اللي أمامك فرمل الفجأة كمان راح تلحق توقف فالجواب الصحيح بنختار الأصح دائما اللي هو المسافة بيني وبين المركبة التي أمامي جواب السيارة رقم اثنين. السيارات الحديثة نلاحظ لكثير من الاشعارات في تابلو السيارة هل تؤثر على السائق الجديد اثناء القيادة؟ السيارات الجديدة لما يركب فيها بنلاقي كل شوي عم يطلع لي ضوء كل شوي عم يجيني اشعار معين كل شوي عم يطلع لي اشعار على التابلو هل هاي الاشعارات بتأثر على السائق الجديد ولا ما بتأثر؟ بالتأكيد بتأثر نعم تأثيرها سلبي لأنها قد تشوش على السائق خاصة السائق الجديد إنه يعني السائق الجديد بتلاقي 95% من انتباهه بكون للأمام. فهو إذا كان بده يصير نظرة للأمام ونظرة يعني نظرة على الطريق ونظرة على التابلو هان راح يتشوش كثير. أصبح نعم تأثيرها سلبي لأنها قد تشوش على السائق. ترغب بالاستمرار للأمام في التقاطع من الملزم بترك الأولوية هنا؟ إذا بنيجي نطلع من فورا لازم نعرف وين اتجاه الشارع الرئيسي بنلاقي إنه الشارع الرئيسي بهذا الشكل وبعدين رايح على اليمين هذا هو اتجاه الشارع الرئيسي حسب اللوحة اللي موجودة قدامي حسب الشاخصة اللي موجودة قدامي والطريق للأمام هاد هذا هذا مو رئيسي حسب كمان اللوحة هم بقول لي ترغب بالاستمرار للأمام في التقاطع أنا بدي أروح للأمام يعني أنا حاليا في شارع رئيسي ولكن راح أطلع من الشارع الرئيسي لمين الأولوية طبعا الاولويه للسياره اللي جايه من اليمين ليش لانه هي جايه من شارع رئيسي ومن جهه اليمين وهي راح تكمل تقريبا حتى لو ما كانت راح تكمل الاولويه لها لانه هي جايه من يميني ومن شارع رئيسي بينما انا في شارع رئيسي وراح اطلع من الشارع الرئيسي اصبح الجواب الصحيح انا ملزم بترك الاولويه للمركبه من جهه اليمين أمامك سكة قطار والليلة الماضية كانت ماطرة والطريق رطب أي من هذه الخيارات يجب عليك الانتباه عليه أكثر لاحظوا أنه بقول لك قدامك سكة قطار وامبارح كان مطر والطريق لسه رطب شو أكثر شيء لازم تنتبه عليه؟ تعالوا نركز منيح في السؤال هو ما قال لي بس أمامك سكة قطار عشان أروح أقول له أنا في الجواب أنه إيه سكة القطار اللي أنتبه عليها والليلة الماضية كانت ماطرة والطريق رطب فورا برمج هالشي بعقلك رح تكتشف انه في شي في انزلاق بالموضوع. وبالتالي الجواب الصحيح خطر الانزلاق. إنه ممكن أنت يصير معك خطر الانزلاق عند سكة القطار. وهي مصيبة كبيرة. يعني ممكن أنت تضطر أنك توقف فجأة عند سكة القطار لتلاشي حدوث أي شي مثلاً، وتضلها سيارتك منزلقة معك. فالجواب الصحيح خطر الانزلاق. كيف تعلم أن السائق الذي أمامك سائق جيد؟ واحد بقول إذا كان يسوق بسرعات منخفضة دائما طبعا خطأ اثنين إذا كان يعرف نفسه جيدا بالضبط إذا كان إذا أنت كنت بتعرف حالك وتعرف قدراتك منيح أنت في وقتها بتكون سائق جيد هذا هو الجواب الصحيح تسببت بحادث السير بسبب إهمالك الفاحش من يدفع تكاليف الحادث بسبب إهمالك أنت فانت اللي راح تدفع تكاليف الحادث. واحد حيقول لي طب ليش ما التامين؟ لا، التامين بيأمن على الشغلات اللي بتصير معك بغير قصد، مش الشغلات اللي انت بتتسبب فيها. في بعض شركات التامين كمان صارت جديده انها تحط جهاز بالسياره اذا انت بدك تامن من عندها، وهذا الجهاز بيكشف اذا هو س... اذا انت المتسبب كنت ولا اه كان بغير قصد. وبالتالي من يدفع تكاليف الحادث؟ أنا ليش؟ لأنه بسبب إهمالي أنا الفاحش، يعني واحد شربان مثلا وطلع يسوق السيارة وتسبب بحادث، ما أنت شربان. مستحيل التأمين يغطي التكاليف. أصبح الجواب الصحيح الجواب الثالث. إذا كانت درجة الحرارة صفر مئوية، أين يقع الخطر؟ على خطوط على خطوط العبور طبعا يقع خطر على الجسر كمان يقع خطر ثلاثه على الطلعه كمان يقع خطر ولكن اذا كانت درجه الحراره صفر الخطر بيكون اللي هو على خطوط العبور اكبر شي ليش لانه على خطوط العبور مثل ما احنا شايفين ممكن لما انا بدي اخفف السرعه عند معبر المشاه اللي هو تضلها ماشية مع السيارة وتضرب المشاة على خطوط العبور، خطوط العبور المقصود فيها على معبر المشاة. وبالتالي ممكن أنا لما بدي أخفف السرعة عشان أوقف لحدا تضلها منزلقة مع السيارة وتضرب في المشاة. وطبعا على الجسور صحيح وعلى الطلعة صحيح، بس الأصح والأكثر خطر على خطوط العبور. يعني خطوط عبور المشاة. دخلت شارع يحمل هذه الشاخصة، هل يحق لك الوقوف في جهة اليسار؟ الشخص هاي مثل ما احنا عارفين بتعبر عن انه هذا شارع اتجاه واحد مسموح لك توقف باليمين ومسموح لك توقف باليسار كمان بنفس الاتجاه بس بشرط انه ما يكون في في شيء بيمنع انك انت توقف فالجواب الصحيح عم نعم مسموح في في حال عدم وجود ما يمنع ذلك يعني اذا ما كان موجود شخص ممنوع الوقوف بكون مسموح للوقوف هل يسمح لك استخدامها مش الطريق في الاوتوستراد لتسهيل عمليه التجاوز بالتاكيد كلا لانه اصلا ممنوع نسوق في هامش الطريق في الاوتوستراد لاي سبب كان الا لسبب واحد اذا عطلت سيارتي مثلا اذا بدي اسحب سيارتي عن طريق حبل وقتها انا ملزم استخدم هامش الطريق غير هيك ممنوع استخدم هامش الطريق من المهم أن يكون لديك أمثولة جيدة كسائق بعد حصولك على رخصة السياقة أي من السائقين المذكورين أدناه يعتبر الأمثولة الأفضل يعني المثال الأفضل واحد سائق يسوق العربة ببطء ويتوقف عند جميع تقاطع تقاطعات الطريق خطأ اثنين سائق يفهم أن كل أحد من المتواجدين في حركة المرور يمكن أن يرتكب غلطة تأكيد ثلاثة سائق يتقن جميع قواعد المرور ويصر دائما على حقوقه خطأ أربعة سائق يقود عربته بسرعة فوية وماهر في المناورة بالسيارة خطأ الجواب الصحيح الجواب الثاني لازم أنت كسائق تفهم أنه كل حدا في حركة المرور معرض أنه هو يعمل خطأ طب أنت لما تكون فهمان هذا الموضوع تلاقي حالك أنه أنت جاهز أنك تتصرف في كل الحالات أصبح الجواب الثاني هو الجواب السليم أمامك هذه المعلومات أي من المركبات التالية لا تتطابق مع مواصفات الحمولة في السويد إذا بنلاحظ الوزن الكلي 2300 للعربة مع المقطورة الوزن الكلي 2800 الوزن الكلي 3600 طبعا الجواب الصحيحان اللي هو 3600 لأنه هاي السيارة ما بصير تسحب هاي المقطورة لأنه الوزن الكلي يتجاوز 3500 طبعا هذا الموضوع شرحناه بموضوع الاوزان. سائق السيارة وزنه 70 كيلوغرام حمل في سيارته 120 كيلوغرام في الصندوق الخلفي كم يصبح الوزن الصافي للسيارة؟ ابني نجمع الوزن الخدمة الفعلية 980 زائد ال 120 بيعطيني 1100 كيلوغرام ال 70 هاي ما إلنا علاقة فيها لأنها وزن السائق ووزن السائق يعتبر محسوب من اللي هو وزن الخدمة الفعلية الجواب الصحيح 1100 كيلو جرام ما هو السبب الرئيسي وراء مراقبة الطرق في السويد ليش هنحطوا كاميرات في الطرق في السويد شو هو السبب الرئيسي وراء هذا الشيء السبب الرئيسي تقليل عدد المصابين والموتى جراء حوادث المرور هذا هو السبب الرئيسي ليس تقليل غاز ثاني اكسيد الكربون وليس تقليل الحوادث مع الحيوانات البريه بل لتقليل عدد المصابين والموتى جراء حوادث المرور توقفت في طرف الطريق ثم تنوي الرجوع للطريق كيف يمكنك الرجوع بأفضل طريقة؟ أنت وقفت في طرف الطريق مثل مثلا هامش الطريق جنب الرصيف وبدك ترجع على الطريق تمشي شو هي الطريقة الأفضل والأصح لحتى ترجع؟ القيادة ثم إعطاء إشارة ثم فحص الطريق طبعا خطأ أول شيء بنعمله بنفحص الطريق نفحص الطريق بالمرايا بعدين لما نتأكد انه الطريق فارغ بنعطي إشارة وفورا نطلع على الطريق أصبح الجواب الصحيح رقم ثلاثة فحص الطريق ثم أعطاء إشارة ثم القيادة هذا آخر, آخر سؤال كان معنا لليوم أتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو اليوم هاي الأسئلة كتير كتير مهمة وتكررت كتير وجدت في الآونة الأخيرة في الاختبار أتمنى الإفادة للجميع وكالعادة لا تنسوني من دعواتكم